بيكم، انا اسمي سارة عزيز، وهنتكلم النهاردة عن التوازن اللي محتاجين نعمله في زمن الكورونا. في الحقيقة في عبء كبير قوي محطوط علينا كستات من الموقف المفاجئ اللي كلنا تعرضنا ليه، واحنا متقسمين انواع مختلفة. فيمكن اكون ست ما عنديش اولاد، ممكن اكون ست عندي اولاد، او انا بشتغل شغل البيت وده من اصعب انواع الاشغال، او ان انا قاعدة في البيت وما عنديش ولاد. وفي الحقيقة انه دلوقتي انا يا بشتغل شغل البيت وبشتغل الشغل العادي والولاد معاه، وده عبء مشكلته انه هو ما حصلش قبل كده، وما عندناش حاجة تقول لنا اتصرف ازاي في موقف زي ده. ولو انا النهاردة عايزة افكر معاكم في التوازن اللي محتاجة اعمله في زمن الكورونا، انا والشغل او انا وولادي او انا وزوجي وولادي والشغل، هتلاقوني الكلمة اللي قررتها دايما في الاول كانت انا، ودي مش لاني انانية، لكن صدقوني اكتر حاجة محتاجين نركز عليها واحنا بنظبط اولوياتنا في الوقت دوت، هو ان انا ادرك انا فين واحتياجي عامل ازاي، ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا محتاجة اشوفه في نفسي واهتم بيه في نفسي، عشان لو انا ما عملتش كده مع نفسي مش هعرف ادي اي حد من الموجودين في البيت. عشان كده نفسي اقف قدامكم قدام سؤال، ازاي اعمل اولويات، ازاي اكتب اولوياتي النهاردة. اول حاجة محتاجة اعملها ان انا ادرك ان انا عندي حاجات باجلها، ودي بتحط عليا عبء، حاجات ببقى نفسي اخلصها ومش بلحق اخلصها. ازاي اعرف اعمل التوازن ما بين الولاد اللي موجودين في البيت او الزوج اللي موجود في البيت، وما بيني وما بين الطلبات اللي انا محتاجه اخلصها. عشان كده نفسي النهارده انصحكم في حاجه عمليه قوي ليها علاقه بان انا اكتب. لو قعدت اكتب الحاجات اللي انا محتاجه اخلصها وعلمت قدامها، انا احس ان انا مرتاحه ان في حاجات بتخلص. تاني حاجه محتاجه اعملها ان انا ادور على مصادر دعم حواليا، شوف مين برتاح اتكلم معاه، مين برتاح احكي له، سواء كان حد من اصحابي، سواء كان شريك حياتي، سواء كان حد قريب ليا. اذا كان ممكن ناس مننا تقول انا بحس ان انا مرتاحه اكتر لما بشتغل، انا بحس ان انا لما بنجز حاجات ببقى مرتاحه اكتر، مفيش مشكله. بس الواجب اللي علينا النهارده، التمرين اللي محتاجين نتمرنه النهارده، هو اعرفي الحاجه اللي بتخليكي تحسي احسن، حتى لو كانوا 10 دقائق لوحدك مع كوبايه شاي، هيفرقوا معاكي قوي. لازم تبقي بتعمليها وانت مركزه انك تصري تعمليها وما تفوتيش يومك من غير ما تعمليها. تالت حاجه محتاجين نعملها هي ان انا افكر ايه الحاجات اللي لما بعملهاش بتضغط عليا، فاقعد اقول انا لما باجي على نفسي مع الولاد انا بتضايق، لما باجي على نفسي مع زوجي انا بتضايق. فممكن اطلع من القعده ديت اني هطلع بمسؤوليات بسيطه لجوزي يبقى بيساعدني فيها، فنبقى كلنا بنشيل مع بعض، وابقى عارفه اعمل دوت فاعمل توازن مختلف. خلونا نبتدي نحط اهداف صغيره نخلصها، حاجه كان نفسي اخلصها ما لحقتش اخلصها، كتاب بقالي اسابيع عايزه ابتديه ومش لاحقه ابتديه، النهارده اول صفحه في الكتاب هبتديها، حاجه متعطله في البيت نفسي اوضبها بقالي كتير، عندك كذا حاجه عايزه تعمليها، اكتبي حاجه حاجه وخليهم يخلصوا يوم بيوم، وبالوقت هنتعود، لان احنا في مرحله جديده علينا كلنا وضغط علينا كلنا، وحقيقي وقت صعب بس هيعدي.